مرحبتين والله يعطيكم العافية. اليوم فيديو جديد عن موضوع السفر. اليوم أول مرة بسافر كتير، أنا بتصير معي حالات كتير، لكن اليوم حبيت أشارككم بهذه الحالة. أول مرة بتصير معي شغلة اسمها very special person. شو يعني؟ إلها حسنات ولها سيئات. هلا بحكي لكم. لما أعطوني البوردينج باس قالوا لي أنت was selected randomly، شايفين الاس اس اس هاي، was selected randomly for further security check. اوكي شكرا. ايش هذا يعني؟ المعنى انك اول ما تدخل تعطي هذا البوردينج باس للسكيورتي بيرسونال، غاد ما حيوقفك بالطابور، حيدخلك دايركت. اوكي دخلنا دايركت بسرعة فعلا، كانت هاي الحسنة. السيئة انه بمسك كل شنطة بفصفصوها قطعة قطعة. طبعا دخلوني على ماشين الاكس رايز، عملوا لي اكس راي البلفلف هذا وفحصوني بشكل عام، ما وجدوا شيء، دخلوني عن هذا. فبس حبيت اشارككم لما يجيكم شغله زي هيك اس اس اس. هلا الشغله المهمه انه بعد ما تخلص لازم 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 يعملوا لك الختم اللي موجود هون. اذا ما عملوا لك ختم على البوردينج باس في باب الطياره راح يرجعوك تعمل سكيورتي تشيك مره ثانيه حتى لو انك عاملها. ما بعرف شو اللي صار، اخذت يمكن 5 minutes، I don't know. يعني بس حبيت اشارككم في هذه الاكسبيرينس. معكم على السندباد دائما. يلا ديروا بالكم وتطيروا ان شاء الله، تكونوا دائما مبسوطين.